كابتن مجدي انت تعمل اللي انت عايزه. كابتن مجدي ماشي فايلر كسب النهارده يا كابتن. اه لا ماشي. لا انت امبارح قلت لي انت خايف على الاهلي منه. انا خبرته استنى. انت قلت لي خايف على الاهلي منه. بعد اذنك فايلر النهارده عمل ماتش عالمي. واحده واحده بس. فايلر النهارده يدي سان داونز في الشوط الثاني 4-1. طيب ما انت هو اللعيبه الله هو هينزل يخلي اللعيبه يجيب اجوال. لا ما هو التغييرات ما وصل يا كابتن. التغييرات بقى هنا. النهارده منزل حسين الشحات مش فايق. طب هيعمل ايه؟ هو غصب عنه لا يدور على اللعيب الفايق. اللعيب النهارده قعدنا نقول عايزين نشوف اليو بادج ده عايزين نشوف لعبه اليو كابتن لعبه من البدايه لعبه وده اليو ده اليو بادج ده برضه يعني ما ينفعش راس حربه النادي الاهلي. مين اللي قال الكلام ده؟ وعشان ضيع الكره دي يا كابتن. ضيع ايه ده؟ ما ده يحطها ده لو جبت واحد تحت 17 بقى سنه لو جبت تحت يعني. 17 سنه واحد هيركنها في الجون ده ما بدأش يا كابتن. كابتن هل ده ما انا عايز بس اتحرك فين بس ده لا سرعه كابتن مجد. ولا كابتن مجدي هو ابتدي بيها لان المفروض السوليه هو اللي يخلصها. انت تقيمه النهارده يا كابتن يعني ماتش واحد تقيمه بيه؟ لا طبعا. بص يا بص 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 انا النهارده طب بص حلو قوي انا الجمله اللي انت قلتها ديت هتجرني لحاجه تاني. اشمعنى اللعيب المصري ما بتقيمه من ماتش واحد؟ ليه بقى الدنيا كلها قلبه على مروان واحده واحده؟ مروان ده 70 ماتش يا عم واحده واحده. مروان يعني هو مروان لما جاب جونين لما جاب جونين في الدوري الناس كانت مبسوطه ما كانتش مبسوطه برضه. طب النادي الاهلي يا عار مين راس حربه؟ صلاح محمد ياسر واحمد ياسر. طب واحمد ياسر طب دول ما اصبرش عليهم ليه؟ اشمعنى بنصبر على اللي جاي غالي؟ طب ما تقول لمجلس اداره النادي الاهلي يا عم انا 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 قول للخبراء كده. انا بتكلم بس يا كابتن ده على مدار السنين حياتنا يعني احنا قعدنا فلافيو صبرانين عليه سنه. لا بس فلافيو يعني هقول لك بس يا كابتن ده مش كده ولا غلط كابتن مصري لو مصري ده كان صبرنا عليه سنه كنت يا كابتن مصري واخد استغنى كابتن. معلش يا كابتن بس اللي كان ماسك جوزيه وهو اللي جايبه وهو عارف امكانياته ده في ماتش من الماتشات اقول لحضرتك اسمه ايه فايلر وعارف امكانيات الولد دوت واحنا مش شايفين امكانياته هنقعد نصبر عليه سنه بقى؟ لا مش سنه بقى. امال ايه؟ طب انت ايش عرفها؟ بص بص هو المشكله كلها دلوقتي صعب. يعني الماتش هناك صعب برضه كده يعني ما ينفعش يا ابني صعب ايه؟ طيب يا ابني ده هم في الشوط الثاني كابتن مجدي عشان ننظم الموضوع بس شويه